فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة أجيب عليها ثم أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. الأخت أمة الله تقول: بالنسبة لصلة أرحام أو الرحم الأعمام من جهة الوالدة، تقول أعمام الوالدة، هل يجب علي صلتهم؟ أخت الفاضلة، ربنا جل وعلا أمر بصلة الأرحام، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلة الأرحام، والأرحام من حيث الصلة ومن حيث القرب عفوا على نوعين: أرحام يعني قريبين وأرحام بعيدين. بهذا الاعتبار طبعا الأرحام، الرحم القريب الأب والجد والجدة، ومن جهة الأب ومن جهة الأم، وكذلك الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وكذلك الأبناء والبنات، هؤلاء كلهم يسمون الرحم القريب. الرحم البعيد بالنسبة لك أنت، أعمام الوالدة صلتهم ليس كصلة الوالدة لأعمامها، واضح؟ أعمام الوالدة ليس كصلتك أنت، يعني صلة الوالدة لهم ليست مثل صلة، فهي تجب عليها، لكن أنت يستحب لك استحباب بارك الله فيك بالنسبة لأعمام الوالدة. فما دام الحمد لله أن يعني هم يعدون من المحارم فتصلينهم بارك الله فيك وتحرصين على الرحم. أمة الله تسأل تقول بأن هناك يعني امرأة زوجها جدها من أمها وأيضا خالها. طبعا أنا سألت الأخت أمة الله قلت أبوها موجود؟ قالت نعم، لكنهم طلق أمه بعيد عنهم. تقول ما حكم الزواج أو تم العقد الآن وكذا؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تتزوج إلا بولي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، ولقوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. المسألة الثانية أن هذا الولي هم يكون من العصبة، يكون من عصبة البنت، وهو أبوها مثلا أو جدها من أبيها، جدها من أبيها أو أخوها طبعا، أو ابنها إن كانت متزوجة وطلقت أو مات عنها زوجة يكون ابنها أيضا، والترتيب كالتالي: الأب ثم الجد، وبعض العلماء يقول له الأخ بعد ذلك، وبعضهم يقول له الابن. ولذلك أخت الفاضلة بالنسبة للأرحام اللي هو الخال مثلا أو الجد من الأم، هؤلاء لا يكونوا أولياء إلا في حالة واحدة، أو عفوا إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الأب قد وصى أحدهما، يعني الأب الآن كتب في وصيته بأن يتولى تزويج ابنتي جدها من أمها أو خالها مثلا، صحيح تنفذ. الأمر الثاني إذا عدم العصبة، ما في عصبة، ليس هناك عصبة، والقاضي رأى أن يختار أحد هذين فإنه يزوجهما، عفوا فإنه يوليهما تزويج المرأة، أما من اختيارهما وبرضا المرأة مع وجود الأب فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ولذلك النكاح على خطر اللي الآن حصل. فيجب على المرأة أن تصحح العقد، يجب عليه أن تصحح العقد، تلجأ إلى أقرب محكمة، ولا بد لوالدها أن يحضر أو يوكل خالها أو جدها من أمها، لابد من تصحيح العقد، ولذلك تلجؤون إلى المحكمة بارك الله فيكم. طيب عندي مجموعة تنتظر، تفضل يا صديق. نعم، السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. نحن في المغرب كنا أنا والأخ ديالي عندنا واحد 140 متر في واحد الحي ما فيش المكان الصلاة. صديق. نعم. أعد السؤال لو تكرمت. نحن في المغرب. إيه.
عندنا حي مكان ما فيه سكان، ما فيش مكان للصلاة. طيب. وأردنا أنا والأخ ديالي باش نديروا فيه مكان للصلاة. نعم. ولكن الحكومة رفض، ما بغاتش، ما خلتناش نديروا ديك المكان هذاك. نعم. ومن بعد ما خلتناش الدولة، أنا وأخي فرقنا هذاك المكان. نعم. هل يعني واش يكون محسوب على الحبوس، ولا يكون الصالح ديالنا انا والاخ ديال خويا توفوا وذاك المكان فرقنا انا وخويا؟ طيب، والمكان هذا اصلا لا ليس ملكا لاحد، لكن الملك نتاعي انا والاخ ديالي. ملك لك انت ولاخيك؟ انا واخي بجوج باثنان. طيب، انتم اوقفتموه ولا من دون وقف؟ احنا دين كان عندنا في النيه نتاعنا باش يكون مكان للصلاة لأهل الحي، مكان للصلاة. يعني أنتم اشتريتم الأرض؟ نعم. حتى تجعلون مسجد والحكومة رفضت؟ نعم نعم. طيب، الآن الأرض باسمك وباسم أخيك؟ نعم. ومن بعد من اللي رفض الحكومة أنا وأخي فرقناه. تركته. طيب، أبشر يا أخي صديق، تسمع الجواب. هو خذ مكان وأنا خذيت مكان. إي، وهذه الأرض بعتوها ولا بقيت؟ هذه الأرض باعت، جات خذيتها أنا وبعتها. بعتها وبعدين اشتريت أرض ثانية؟ لا، ما اشتريت، كان عندنا جوج أماكن أرض وعندنا سكن، هو خذ السكن وأنا خذيت أماكن الخوية. إي، وأنتم الأصل أنكم اشتريتموه وقلتم هذا وقف. قلنا لا، إحنا كانت عندنا مشرية وقلنا أنه نريد أن نديروا مكان للمسجد، مكان للصلاة في هذيك الحي، لأنه صغير ماشي كبير، 140 متر. ايه، طيب يا صديق. نعم، شكرا لك الله بك يا شيخ. اهلا وسهلا. ام رام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ، ابغى اسال يعني عن اذكار الصباح والمساء. انا يعني اما لما افطر يعني اقراها، وبعد المساء وبعد الفجر اقرا الصباح، يعني أذكار الصباح بعد ما أصلي الفجر كذا على الساعة يمكن 4:15. طيب، هل يجوز هذا؟ إن شاء الله. والسؤال الثاني، يعني أنا والدي متوفي، يعني أبغى صدقة له. يعني في شيخ أنا سمعت بس يعني ما استفدت منه كثير، يعني إذا حطوا مصحف يعني أم كتب يعني قرآن كريم في مساجد يعني لا روح والدي، يعني تنصحني كيف أحط، يعني كيف أنوي بهم؟ طيب، إن شاء الله. والقرآن يعني القرآن الكريم يعني أقرأ له من بعد صلاة، يعني من بعد الساعة 3 الصباح. كيف؟ يعني القرآن أقرأ في القرآن إلا من بعد الساعة 3، يعني 3:30. ليش؟ يعني كذا ما أفضل، يكون عندي وقت، يكون عندي شغلة، يعني أقرأ إلا من بعد الساعة 3. يعني مشغولة هنا. طيب. يعني مشغولة واصل بعض الأيام أفضل، بس يعني تجيني من بعد الساعة 3 أقرأ فيه. شال. طيب يا أختي، أبشري. تفضل يا فاطمة. ها، معانا من؟ ألو، أم مرام. اي، أبغى رقمك الخاص لو سمحت. يلا، ما يخالف. فاطمة من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانت بخير يا شيخ، بمناسبة شهر رمضان مبارك. مرحبا أختي، مرحبا. سؤال، أول حاجة نبي نترحم على والدي ووالدتي، إن شاء الله ربي يرحمهم ويرحم جميع المسلمين. الله يرحمهم، يغفر لهم، يرحم جميع موتى المسلمين إن شاء الله. السؤال الأول يا شيخ، عندي والدتي الفترة في 2013 لما مرضت في بداية شهر رمضان، صامت 13 يوم وبالتالي تعبت. فهي لما تعبت الدكتور نصح انها هي مصوم، انها بتاخد علاج كيماوي، فهمت عليها؟ اعطينا على الايام اللي فطرتها يعني مبلغ مش بتذكره قداش يعني، لكن هل يجوز اني نصيم عليها ادق الشهر شهر أو لا؟ وإذا كان يجوز هل نصيمة متواصل أم لا؟ هذا السؤال. عائشة يا أخت الفاضل، هي عائشة؟ لا، بعد توفت. بعد كم توفيت؟ شهر رمضان اللي مرضت فيه، السنة اللي جاية قبل لا يجي إن هي توفت في شعبان سنة في 2015. واستمر معها المرض؟ مستمر معها المرض بالعلاج الكيماوي. لا، أنت ذكرتي بأنك في 2013 كانت مريضة كذا؟ عفوا،
عفوا 2013 كانت مريضة، 2014 قبل شهر رمضان 2014 توفت. أيوة طيب طيب أبشر يا فاطمة. يعني حضرت الشهر ذاك بس اللي فطرت فيه بعدها قبل السنة اللي جاية اللي هي توفت. السؤال الثاني يا شيخ، أيوة. هل علاج لسع النحل كويس لمرض السحر أو لا؟ يعني هل بنصحه به إنه هو كويس يعني علاج لسع النحلة؟ طيب طيب. السؤال الثالث ليس سؤال ولكن طلب يا شيخ إنك تدعي لي أنا وأخواتي إن ربي يفرج كربنا ويسهل كل أمور. إن شاء الله أبشر إن شاء الله، أسأل الله عز وجل ييسر أموركم يا رب، يكشف كربكم جميع طيب. المسلمين. تفضلي عزيزة. عزيزة راحت عزيزة. تفضلي يا محمد من فرنسا. ألو السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. هنا في رمضان نفطر على الوتر من ثمرات، هل هذا صحيح سنة ولا خطأ؟ ماذا ماذا عفوا؟ نفطر بالوتر ثمرات، هل هذا إيه طيب هل هذا سنة؟ إن شاء الله. السؤال الثاني. نعم. هنا في رمضان نقولون سحاطورك، ما هو الحكم على هذه الكلمة؟ يقولون ماذا؟ سحاطورك. ماذا؟ سحاطوركم. صحتكم. سحاطوركم. صح فطوركم. نعم. إيه طيب صح فطوركم. يلا أبشر محمد. السؤال الثالث والأخير. أي. مثلا ضيعت صلاة العشاء. أي. نلقى الجماعة يصلون التراويح، هل ندخل معهم صلاة التراويح بنية العشاء؟ طيب يا محمد. بارك الله فيك يا شيخ. أهلا وسهلا. تفضل يا فوزي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لا يا شيخ، أنا وقت صلاة التراويح عندنا الشيخ ما يجيش للصلاة الإبراهيمية. إيه. فأنا نضطر نسرع. إيه. هل هذا يجوز؟ لماذا ما يجيب الصلاة الإبراهيمية؟ لا ما يجيبش فيها. ما يجيب أبد؟ خبركم هو؟ لا ما هو يصلي بينا في الأوقات الثانية. إيه. يعني لحقوا عليه. إيه وهذه ما تلحقون عليه. ما لحقوا عليه. سألتوه يا فوزي؟ سألتوه لماذا؟ لا. لا والله لا. لا لا اسأله اسأله، قل له يعني وين الدليل على أنك تأتي بها بالفريضة وما تأتي بها في التراويح؟ ضروري أنك تسأله، قل له لماذا؟ لماذا الإسراع؟ في سبب أنك تسرع؟ نحن أنت ضامن بالنسبة لصلاة من ورائك، فاسأله برفق بارك الله فيك واستفسر منه جزاك الله خير إن شاء الله. مرحبا يا فوزي. شكرا يا أهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة عندي من الأمس. الأخت أم صالح من أبو ظبي بارك الله فيها تقول بأنها امرأة كبيرة في العمر وعندها أمراض السكر والضغط والقلب وكذا، تقول بأن الطبيب قال لها ما تصومين، وهي تقول صعبة أنني يعني أصوم، وتقول بدأت أطعم، ما الحكم؟ يا أم صالح بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يعافيك، أسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر. أخت الفاضلة، بالنسبة للصيام يصومه المسلم المكلف يعني البالغ العاقل المستطيع على الصوم، المستطيع على الصوم يعني ما يكون مريض. وعندنا المرض نوعان، مرض دائم عافى الله جميع المسلمين، ومرض مؤقت. اللي عنده مرض مؤقت في أيام رمضان يفطر ويقضي بعدين، اللي عنده مرض دائم ما يستطيع الصوم أبدا ينتقل إلى البدل وهو الإطعام ولله الحمد والمنة وكأنه صام. ولذلك أنا أقول دائما بشرى للمرضى وكبار السن اللي ما يستطيعون الصوم، وبشرهم بأن هذا الإطعام كأنه صام ولله الحمد والمنة، لأن الله جل وعلا جعله بدل، جعله بدل. الآن الواحد إذا ما استطاع أن يستعمل الماء في الوضوء أو ما وجد الماء يتيمم ويصلي الحمد لله، فالله عز وجل أباح له بأن يصلي بهذا التيمم. كذلك الصيام، من لم يستطع الصوم ينتقل إلى البدل وهو الإطعام. فأنت يا أخت الفاضلة تطعمي عن كل يوم مسكين، في كل يوم من أيام رمضان تطعمين مسكين، أو بعد كل أسبوع مثلا الأسبوع الأول من رمضان تطعمين عما سبق 7 أيام، أو 10 أيام تطعمين عما سبق، يعني تقسمين 10 10 10 مثلا، أو 7 أيام 4 أسابيع على القدرة والاستطاعة اللي أنت قادرة عليها بارك الله فيك.
أم صالح من أبو ظبي تقول بأنها امرأة أمية وغير متعلمة، تقول لكن أقرأ الحمد لله مما أحفظ. سألتها بالأمس كم تحفظين، قالت تقريبا 25 سورة. ما شاء الله، اللهم بارك، هذه نعمة يا أخت الفاضل، اقرأي فيها 25 سورة، هذه نعمة عظيمة وفضل كبير على الله عز، فضل كبير من الله عز وجل عليك حينما حفظت هذه السور. اقرأي فيها وردديها أخت الفاضلة في الصلاة وخارج الصلاة، وتؤجرين لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. صديق من فرنسا يقول بأنه في المغرب، يعني يقول كنا في حي، والحي هذا ما في مسجد محل الصلاة، يقول اشتريت أنا وأخي أرض على أساس نبني عليها مسجد أو نوسع المسجد حسب ما ذكر، يقول الحكومة رفضت هذا، يقول بعنا هذه الأرض، يقول الآن توفي أخوه، يقول الآن ما العمل في مثل هذا الأمر. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لشرائك الأرض بنية وقصد أنك تجعلها مسجدا، فإن هذا يسمى عندنا وقف، وعندكم في المغرب يسمى أحباس وحبوس، بمعنى أن هذه الأرض أصبحت ملك لله سبحانه وتعالى، لا يجوز للإنسان أن يتصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف، إلا أن تتعطل منافعها، وإلا أن يكون هناك سبب يمنع من إقامة هذا المشروع الخيري عليها، مثل ما ذكرت الآن، أنت اشتريتها الدولة قالت ممنوع لأن هذا المكان ما يصلح فيه مسجد أو لأي سبب من الأسباب، إذا تنقلها إلى مكان آخر، تبيعها ثم تنقلها إلى مكان آخر، إما أنك توسع فيها مسجد أو تبني عليها مسجد بارك الله فيك. تقول والله بعناها وما استطعنا نجد شيء، فإن هذا المبلغ أخي الفاضل ممكن تحوله إلى مسجد آخر تبنيه داخل الدولة أو خارج الدولة، أو ممكن تحوله إلى مشروع من مشروعات الخير، لأن هذا أصبح وقفا بارك الله فيك. طبعا هذا كلام طويل عند أهل العلم، هل يجوز تحويل عين الوقف؟ الآن تعطل الوقف ينقل إلى مكان آخر، لكن هل يتحول عينه مثلا إذا ما استطاع الإنسان؟ كلام طويل. فأنت الآن تخرج هذا بارك الله، تقول لا أنا ما تكلمت، نحن نوينا مجرد نية وقلنا نشتري الأرض وبعدين نشوف الإجراءات القانونية والنظامية، إن سمحت فإحنا نبني عليها المسجد، وإن لم تسمح ما نبني. لا، هذا ما يعتبر وقف، حتى تتلفظ، حتى تقول هذا وقف، حتى تتلفظ بهذا بارك الله فيك. مرام من السعودية، أو أم مرام من السعودية، تقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، تقول أنا لما أفطر أبدأ بالإتيان بأذكار المساء، ولما أصلي الفجر آتي بأذكار الصباح، ما العمل أو هل هذا صحيح؟ أخت الفاضل، أولا بالنسبة لأذكار المساء تبدأ من صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا وقتها، ولو نسيها الإنسان أو ما استطاع يأتي بها ودخل عليه وقت المغرب ما في بأس، يأتي بها بعد المغرب، مثل الحالة اللي أنت عليها الآن تأتين بها بعد المغرب، لكن هذه ما تجعلينها دائما، لا، ارجعي بعد رمضان وتأتين بأذكار المساء بعد صلاة العصر. بالنسبة لأذكار الصباح، نعم، يعني يبدأ وقتها من طلوع الفجر، فأنت تقولين بعد صلاة الفجر ما في بأس والحمد لله رب العالمين. أم رام تقول بأن والدها توفي رحمة الله عليه، تقول أريد أن يعني أضع له صدقة، أحط مصحف أو كتب أو ماذا؟ أخت الفاضلة، الصدقات كثيرة لا عد لها ولا حد لها، الصدقات كثيرة، لكن أنت تقولين والله أنا ما عندي قدرة، عندي قدرة أشتري مصحف أو مصاحف أضعها، نعم طيب، تجعلين هذا المصحف وقف لله عز وجل، ترجين الثواب لوالدك المتوفى، ما في بأس، أو تأتين بكتب الحديث، كتب البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي والترمذي ومسند أحمد وموطأ مالك، مثلا تضعين وقف لله لطلبة العلم، هذا أيضا تؤجرين عليه ويصل الثواب للوالد بإذن الله جل وعلا. وحاولي أن تبحثي عن المساجد التي فعلا محتاجة لمثل هذه المصاحف، المساجد المحتاجة لمثل هذا، لأن عندنا الآن مساجد ولله الحمد كثيرة، وبعض المساجد أنا شفت مساجد إلى الآن في مصاحف فيها ما فتحت، المسجد العدد المصلين قليل والمصاحف كثيرة، ولذلك لو تنقل إلى بلاد تحتاج إلى مصاحف أو إلى مناطق وأحياء تحتاج إلى مصاحف فهذا يكون أفضل. أم مرام تسأل تقول أنا أقرأ القرآن بعد الساعة 3 صباحا، طبعا أنا سألتها لماذا،
يعني هل هو مثلا عندك دليل فيها؟ قالت لا، لأني أنشغل في رمضان. ما في بأس يا أخت الفاضل، الإنسان يقرأ القرآن، الإنسان يقرأ القرآن في الليل والنهار، يقرأ القرآن قائم وقاعد وعلى جنب، يقرأ القرآن على كل حال. وإذا تقولني والله أنا مشغولة في حقوق وواجبات في النهار وإلى وقت صلاة العشاء وبعد العشاء أنشغل ولا أفضى إلا بعد الساعة 3، الله يقويك ويعينك، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منك. فاطمة من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول بالنسبة تقول والدتها مرضت عام 2013، تقول ما صامت إلا 17 يوم فقط، ثم تعبت وبدأت تأخذ الكيماوي، تقول بعدين توفيت في شعبان عام 2014، تقول الدكتور منعها من الصيام، تقول أخرجنا عنها، هل نصوم عنها؟ لا يا أخت الفاضلة، ما تصوم عنها. بالنسبة للوالدة لما مرضت، يعني صامت 17 يوم ثم مرضت مرضا عضال، المرض اللي ذكرتي عافى الله المسلمين، هذا المرض استمر معها مدة تقريبا سنة، هو معه وهي ما استطاعت الصوم، ما عليها شيء، لا صيام ولا كفارة. لماذا؟ لأن الموت اتصل بالمرض العضال، الموت اتصل بالمرض العضال، ولذلك هي ما استطاعت، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فلا صيام عليها ولا كفارة. أنتم أخرجتم كفارة، الحمد لله إن شاء الله يصلها الأجر والثواب، لكن ما تصوم عنها بارك الله فيكم. فاطمة من ليبيا تسأل، تقول بالنسبة للعلاج لسعة النحل لمرض السحر، هل هو نافع؟ أخت الفاضلة أنا والله ما أعرف عن هذه الأشياء، ولا عندي دليل لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة على أن لسعة النحل أو يعني أي شيء من هذه الأشياء أنه نافع. اللي أعرفه أنا بأن النافع لقضايا السحر هو كتاب الله عز وجل، والأدعية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي أعرفه. ولذلك ربنا جل وعلا أنزل سورتين عظيمتين لإبطال السحر، وهي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وأيضا بعض الآيات القرآنية التي هي رقية مثل سورة الفاتحة وآية الكرسي مثلا، هذه آيات وسور عظيمة جدا في إبطال السحر بإذن الله. وكذلك الأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من التصبح بسبع تمرات عجوة، فإن من أكل سبع أو تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم عين ولا سحر، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، عفوا سم ولا سحر، ولا سحر. وبعض العلماء قال يعني ذكر العجوة غير مقصود، وإنما أي تمر، وبعض العلماء يقول لا ذكر العجوة مقصود، هو تمر المدينة، فهذا الذي يكون سبب من أسباب إبطال السحر أو سبب من أسباب عدم الإصابة بالسحر بإذن الله جل وعلا. كذلك أخت الفاضلة ذكر عن السلف أنهم كانوا يغتسلون بالماء المخلوط بالسدر، وهو أن يؤتى بورق السدر، سبع ورقات سدر تدق بين حجرين أو تخلط بالخلاط الآن، ثم توضع في إناء ويسكب عليها الماء ويغتسل فيها المسحور ويشفى بإذن الله جل وعلا. وطبعا أقرب وأسرع شيء يبطل السحر هو أن يجده الإنسان، فإذا وجده وحل وحل العقد التي عليه، أو قطعه مثلا وفرقه ثم أحرقه، هذا العلاج يكون سريع بإذن الله جل وعلا لإبطال السحر. إذن أخت الفاضل، أولا القرآن، ثانيا الأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثالثا التصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة، ومن لم يجد فمن أي تمر، رابعا سبع ورقات من السدر تخلط بالماء. طبعا هذا كله بعد التوكل على الله عز وجل واليقين به سبحانه وتعالى والاعتماد عليه اعتماد كامل، لأن هذه مجرد أسباب، حتى قراءة القرآن مجرد سبب، قد يستجيب الله عز وجل ويبرئ المسحور، وقد لا يستجيب، يتأخر البرء، قد يتأخر البرء ولا يؤثر هذا السبب. فإذا الاعتماد على الله عز وجل هو الأصل في هذه المسألة بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. حياكم الله من جديد. الأخ محمد من فرنسا يسأل يقول بأننا على الإفطار نوتر بأكل التمرات، يقول إذا جلسنا نفطر نوكل نأكل على وتر، يعني نفطر على وتر نأكل 3 تمرات، يقول هل هذا من السنة؟ أخي الفاضل، من السنة إذا ذهب الإنسان إلى صلاة عيد الفطر أن يأكل تمرات يقطعهن على وتر، هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا ذهب لصلاة العيد كان قبل أن يذهب يأكل تمرات يقطعهن على وتر. أما أكل التمر حال الإفطار وترا فهذا ليس من السنة وليس من الواجب، ولا أحفظ فيه نص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا في واقع الأمر يجري في كل الأمور. للأسف الآن بعض الناس إذا جاء يشرب القهوة مثلا، شرب فنجانين مثلا، قالوا لا السنة أنك تأتي بالثالث، وهذا غلط. من وين؟ يقولك أوتر بالثالث. وين الدليل؟ بعض الناس إذا أكل تمر عند ناس مثلا وقال أكل تمر أو تمرتين قالوا ثلث، هذه السنة. وين الدليل؟ ما في دليل. ولذلك هذه القاعدة ما تطرد في جميع أنواع الأكل أو في الأكل عموما، وإنما هذه خاصة في يعني في الذهاب إلى صلاة عيد الفطر المبارك. أما حال الفطر فتأكل 1، 2، 3، 10 لا يضرك ولله الحمد والمنة. محمد يسأل يقول في عبارة عندنا يقولون صح فطورك، صح فطورك، يقول فيها شيء؟ ما فيها شيء، ما في بأس. يعني هذا الدعاء يظهر لي بأن هذا الدعاء يعني فطورك صحة إن شاء الله، هذا المعنى، ما في بأس بارك الله فيك. لكن الإنسان لا يلتزمها. إيش معنى يلتزمها؟ يعني يعتقدها بأن هذا مشروع أو سنة ويواظب عليه، بحيث أنه إذا لم يقل له قال هذا خالف الشرع وخالف السنة، لا ما ينبغي. أما والله من قبيل العادات فطورك صح فطورك يعني صحة وعافية ما في بأس. محمد يقول فاتتنا صلاة العشاء ودخلنا مع ناس يعني في صلاة التراويح يصلون صلاة التراويح، يقول دخلنا معهم التراويح بنية العشاء، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. أي إنسان تفوته صلاة العشاء ويأتي المسجد والإمام في صلاة التراويح أو مجموعة في صلاة التراويح فإنه يدخل معهم بنية العشاء، وهذا هو القول الصحيح الراجح من قول أهل العلم. والدليل على ذلك حديث معاذ كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء فرضا ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما، فهو له نافلة ومن خلفه لهم فريضة. عندي مكالمات تنتظر، تفضل يا موسى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ حبيت أن ندخل في قضية الأخ الذي سألك من ليبيا. تفضل أخي. قضية الصلاة الإبراهيمية. أي نعم تفضل. نحن في المذهب المالكي، لأن ليبيا والمغرب وتونس والجزائر على المذهب المالكي. نعم. يرون بعض الأمور مثلا صور بعد الفاتحة والقيام والصلاة الإبراهيمية في بعض الأقوال أنها ليست واجبة صلاة الناس. صحيح صحيح نعم. ثانية أنا حبيت أن نسأل كذلك على بالنسبة طواف الوداع في العمرة. اي نعم جزاك الله خير. طواف الوداع في العمرة. طيب طيب أبشر. سلام. مرحبا أخي. أم أيمن من أمريكا تفضلي. راحت. تفضلي يا حميد. حميد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور سؤال. تفضل أخوي. قراءة القرآن من أثناء الصلاة الجزء كم يستغرق وقت؟ أثناء الصلاة؟ أثناء الصلاة الجزء الواحد. يعني أخوي حميد أنت تقصد لما تقوم تصلي تقرأ جزء؟ نعم. تقرأ جزءا يعني جزءا كاملا في الصلاة. أيه؟ لم يستغرق 30 دقيقة أو أكثر أنت أقل وقت. طيب ممكن واحد يقضي. أنت جربته يا حميد؟ جربته؟ جرب مجرباني وكل شوية مجرب 30 إلى 35 دقيقة. صحيح.
الجزء الواحد. صحيح صحيح. وأقل وقت قراءة بدون صلاة يعني تقرأ على السريع، إيش قد يستغرق الوقت للجزء الواحد مو تجويد الترتيل؟ طيب يا حميد والله أنا طول عندي 20 دقيقة ما أدري أنت دكتور توقيتاتك لأنه أفضل من عندي. لا لا فيك الخير، فيك الخير والبركة، الله يجيبك علم، جزاك الله خير، بارك الله فيك. نعم تفضل محمد. محمد السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. مبروك عليك شهر كل خير إن شاء الله. شهر مبارك علينا وعليك. يا شيخ أبغى أسألك سؤال لأني أبغى أقاطع أخوي، عندي موضوع بيني وبينه ولا يوجبني. إي. واحد خطبت عنده طول عمرك ولا قرب أبغى ولدي. إي. الثانية طول عمرك رهنا مزرعة بأمر من أخواني وبأمره هو ووقعوا لي، ولما رهنت المزرعة ويادنا الفلوس وبلغتهم الفلوس جاني المسترهن قال أبا ورقة، جيتهم قالوا أعطاك، قلت لهم كيف أعطي، هذا مال أبوكم وأنتوا اللي أمرتوني على الموضوع، مشكلة أخونا. المهم تعذروني الاخوان الاثنين واصبحت انا دافع للرجال، قال لي ولا تعطيني ورقه ولا تعطيني فلوس، انا سحبت فلوس واعطيته فلوس الرجال. هاي نقطتين على الاخوة احسبن. اي نعم. الثالثة طول عمرك بيجن يوم توفى الوالد بيجن البيتين، وانا سالتك في البيتين هذه حتى ما نروج بالسؤال، وكلهم تنازلوا لي للورثه الا هو الوحيد، قلت له تبى نصيبك خذ، تبى تشتري خذ، زين تبى تنازل لي تفضل، والرجال رفض الثلاث. والثالثة رد علي أنا بشتري، قلت له طيب بتشتري، أنا باني مسي أدربوي ولأمي في السودان وهذا الفلوس يجيبهم وأنا بتبرع من المسيات، ولا رد علي ولا لا 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 كذا ولا كذا. نعم. وأنا بنيت من حسابي لأبوي صدقة إن شاء الله لهم والدي في السودان مسجد. أي نعم. أنا الحين أبا قاطع، شو الحكم الأسلام في هذا الموضوع بالأخوة، لأني من الدربة. وما التفسير عندك يا شيخ؟ هو يتواصل معك، يجيك يمر عليك يسلم عليك ولا قاطعك؟ أبدا أبدا، هو لا قد طاح لمحل مرة، يوم هو صاحي الحين تعبان. أي. زين أما بني أنا يسير وي عليه لا، لكن لمست في ثلاثة أشياء زين، والريال ما عند كلامه ولا عند وما يثبت على كلامه، يعني بتقول مثل كذاب أو مثل يوعد ولا يثبت. أكبر ولا أصغر عنك؟ لا أكبر. طيب يا محمد تسمع الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك. فيك بارك. تفضل يا أحمد. خلصنا. السلام عليكم الشيخ. تفضل يا أحمد. عليكم السلام. عساك بخير الشيخ. أهلا وسهلا مرحبا. أحبك في الله. أحبك الله يا أخي. الله يحفظك شيخ. يا مرحبا. يا شيخ معي سؤال. اي انا صدقت لامواتنا يعني. اي يعني صدقه تكون يعني عن الايتام. اي نعم. يعني هذا يكون يعني من الراتب، من يعني من راتبي انا، هل يجوز؟ كيف تصدقت لامواتك عن الايتام؟ ما فهمت. يعني اموات يعني صدق عن الايتام اني انا يعني ياخذ من راتبي في كل شهر مثلا مبلغ. موجودين ايتام عندكم الان؟ نعم الأيتام موجودين. بس هذه الصدقة يعني عن أمواتنا يعني. إيه طيب واضح هنا. هل يجوز؟ طيب يا أحمد. بعد شيخ جزاك الله خير. تفضل. جزاك الله خير. الصلاة ما يعني من بعد الأذان الأول. إيه. الصلاة يعني السنة. هل جائزة هذه؟ أي 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 أذان؟ الأذان أذان الجمعة. 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 إيه نعم أبشر أبشر. بعد في عندي الشيخ سؤال. تفضل أخوي. جزاك الله خير. الذهب الذهب اللي في الخزنة هل نزكي حق الفرمة؟ ما تلبسه أبد؟ تلبسه يعني من سنة أو سنتين بعض الأحيان كذاك يعني. إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا شيخ. مرحبا أحمد. خلصنا. كم باقي؟ يلا مات الله تفضلي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ في صلاة تراويح
اي الامام يصلي بينا بعد بعد الركعات اي ثم يقدم طفل يقدم طفل 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 اي طيب طفل ايوه هل الاجر هل ولا نفهم ماذا يقول هذاك الطفل كم عمر الطفل لا ادري نظن عمره كم نظن 14 سنه اي هذا مو طفل هذا ايوه نظن لا يحسن القراءه ما يحسن القراءه نظن الفاتحه نفهمها اما من وراء الفاتحه لا نفهم شيء طيب يا أمة الله بغيت اريد ان اسال الاجر الاجر طيب الاجر ينقص اما يقعد هو هو ان شاء الله ان شاء الله طيب نكتفي بهذا القدر ارجع الاخ فوزي من ليبيا بارك الله فيه يسال يقول بالنسبه لصلاه التراويح يقول بالنسبه لصلاه التراويح يقول عندنا الامام يستعجل في الصلاه الابراهيميه ويقول مضطر انني اسرع يقول ما العمل في مثل هذه الحاله طبعا الاخ موسى من الجزائر تدخل وحاول انه يبين بان المذهب المالكي عندهم مساله الصلاه الابراهيميه يعني ليست بواجبة في صلاة السنة وأنا هذا ما كنت أريد أن أنبه عليه أخي الفاضل بارك الله فيك بالنسبة لي يعني التحيات يعني التشهد الأخير الصلاة الإبراهيمية واجبة في أصح قولي أهل العلم في الفرض وفي النفل وكل من يذهب إلى عدم يعني عدم الوجوب في النفل دون الفرض فما ما معه دليل هذا مجرد تفقه ولذلك من يرجع إلى أقوال أهل العلم يجد أن القائلين بوجوب الصلاة الإبراهيمية أسعد بالدليل وأقرب إلى الهدي النبوي في مثل هذه المسألة ولذلك أخي الفاضل هذا لا يعني بأن والله صلاة الإمام باطلة لا مدام يعتقد هذا وهذه مسألة اجتهادية فأنت يا أخي الفاضل مسألة تسريع مشروع لك يعني أنت الآن مدام تعرف بأن الإمام يقتصر على التشهد الأول فقط في صلاة التراويح فأنت تستعجل ويجوز لك أن تتأخر عن الإمام عن التسليم مع الإمام إذا أكملت التحيات لأن العلماء يذكرون بأن أحوال المأموم ثلاثة المتابع والمسابق والموافقة إلا في مسألة التحيات فإنه يجوز له أن يتأخر عن الإمام بحيث يكمل مثلا التحيات ثم يسلم ولو سلم الإمام التسليمتين بارك الله فيك موسى من الجزائر طبعا تشكر يا أخ موسى ذكرت مسألة الصلاة الإبراهيمية عند المذاهب طواف الوداع في العمرة غير واجب بارك الله فيك طواف الوداع في العمرة غير واجب لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه طاف طواف الوداع لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت يعني الطواف بعض العلماء ذهب إلى مشروعية حتى في العمرة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت لمن أتى بنسك وبعض العلماء قالوا إذا مكث في مكة أيام مثلا اعتمر ومكث في مكة فإن المشروع في حقه أن يأتي بطواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف وبعض العلماء يقول ما في دليل ولذلك أنا دائما أقول إذا تيسر خاصة مع الزحام ومع ترتيب أو ترتب أحوال الناس من حيث الطيران ومن حيث الحجوزات إذا تيسر له أن يطوف طواف الوداع لمن كان ماكثا في مكة اعتمر فمكث في مكة نعم يطوف وهذه على سبيل الاستحباب أما إذا لم يتيسر له فلا شيء عليه والحمد لله حميد من العراق يسأل يقول بالنسبة لقراءة جزء من القرآن في الصلاة وخارج الصلاة كم يستغرق هو يقول بأنه في الصلاة نصف ساعة وخارج الصلاة تقريبا 20 دقيقة لمن يستعجل أخي الفاضل حميد الله يرضى عليك بارك فيك ويجعلنا وإياك من أهل القرآن هذه ما يمكن تعطيها جواب يعني محدد لماذا لأن يختلف من شخص إلى شخص ويختلف من قراءة إلى قراءة فمثلا عندك الذي يقرأ خارج الصلاة الجزء قراءة ترتيل قد يصل إلى 40 دقيقة لكن اللي يقرأ قراءة حدر قد يأتي بالجزء بربع ساعة أو ثلث ساعة كذلك الذي في الصلاة أحيانا ما تستطيع تضبط المسألة فاللي يقرأ بترتيل وبتأني وبتدبر قد يصل إلى نصف ساعة الجزء الواحد أو إلى 40 دقيقة أو أكثر بعد والذي يقرأ قراءة حدر ف
فتجد، ولذلك تجد الآن مثلا أئمة الحرم منهم من يقرأ قراءة حدر، فتجد الجزء أو تجد مثلا القراءة عنده يعني أقل من القارئ الذي يقرأ بترتيل. بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولك الأجر. محمد بن العين بارك الله فيك يا أخوي محمد، الله يرضى عليك. نحن في شهر الصوم وشهر الخير وعام الخير أيضا ولله الحمد والمنة، الدولة الآن تعيش عام الخير ولله الحمد، وهذه سنة طيبة. ونحن أيضا في شهر الخير وشهر البر والإحسان، يجب أن تكون الأمور هادية. أنت الآن مشكلتك مع أخيك كلها تدور حول المادة، لا تفكر يا أخوي محمد أبدا، لا تفكر أبدا أنك تقطع أخوك، خاصة أنه أكبر منك ورجال مريض ورجال على الفراش. ولذلك أخوي الفاضل شير من قاموسك وشير من خاطرك وبالك وتفكيرك أنك تقاطعه، لا، أنا أبغاك تفكر شلون تصله وشلون تصلح الأمور معه، حتى لو كان هو المخطي معك، حتى هو اللي كان هو الصاد عنك، حتى هو اللي لو كان هو الذي شذ عن إخوانه كلهم، هذا ما يسوى لك أبدا أنك تقاطعه. ولذلك أخوي الفاضل الله عز وجل حرم قطيعة الرحم، قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والله يا أخي محمد الدنيا هذه ما تسوى اللي يقطع فيها أخوه ولا أخته أبدا، ما يمكن. هذه الدنيا إلى تراب، ومن تراب إلى تراب، وما في أحد يخلد فيها. سمعت يا محمد واحدا قال والله أنا أعيش أبد الآباد، أنا أعيش إلى يوم القيامة؟ ما أحد، ما نفعت أرباب الأموال أموالهم، جاهم الموت وأخذهم، ما نفعت أصباح، ما نفعت نفع أصحاب الجاه جاههم ومناصبهم، أخذهم الموت. ولذلك أنا أنصحك نصيحة لله، أنك تزور أخوك على فراش الموت، هو مريض الآن، زوره وتدعي له وأيضا يعني تلطف الجو معه، لعل إن شاء الله في هذه الساعة أنه يعفو عما سلف وما كان، وينهي المشاكل هذه وتغلقون هالملف السيء. لكن يا أخوي الفاضل لا تخلط الأوراق، زيارة أخوك وصلة رحمك هذا أكبر منك، يجب عليك أنك تزوره، حتى لو كان هو ما يسلم عليك ولا يجيك ولا يبغى منك شيء، هذه اللحظة هي لحظة حقيقة، اللحظة اللي يمكن تكون أوجب عليك من أي وقت آخر أنك تزوره. ولا تفكر بقطيعته أبدا ولا بمقاطعته، وإنما تصله وتأخذ رجال جيل معك وعيالك وتصلوا يصلون عمهم بعد، هذا أجمل صورة أنك تروح بمثل هذا الشيء، والله عز وجل بيبارك لك بعمرك وبعيالك وبمالك، ويقبل الله منك هذه الأعمال الطيبة اللي سويتها لوالدينك، بنيت لهم مسجد بالسودان وتسوي لهم أفعال خير وأعمال خير تؤجر على ذلك، بارك الله فيك. أحمد من عمان يقول يعني يقول أنا أتصدق على أموات، عفوا أتصدق عن أمواتي وذلك بدفع صدقات للأيتام. يقول يصل، نعم يا أخوي الفاضل، أنت لما تتصدق على اليتيم وترجو ثواب لميتك هذا من أعمال الطيبة، تصدق على يتيم فقير مسكين أرملة، تحفر بئر، تطبع، تشتري مصاحف تحطها في المساجد، أو مثلا تبني مساجد وترجو ثواب الأموات، هذه نعمة وخير ويصل الأجر بإذن الله جل وعلا. أحمد يقول هل هناك صلاة بعد الأذان الأول من يوم الجمعة؟ أخوي الفاضل بالنسبة إذا كنت تعتقد أو تسأل عن سنة قبلية، لا، السنة بعد الجمعة، سنة البعدية، هذه سنة الراتبة بعد الجمعة، اللي قبل الجمعة سنة مطلقة، يعني لو من دخلت المسجد حتى يقف الإمام على المنبر وأنت تصلي ما في شيء، هذه سنة مطلقة ولله الحمد والمنة، سنة مطلقة. لكن السنة الراتبة هي بعد صلاة الجمعة، بارك الله فيك. أحمد يقول عندنا ذهب بالخزنة للحرمة، يقول نزكيه. يا أخوي الفاضل إذا كان هذا الذهب اللي أنت حاطه بالخزنة وهذا الذهب مخزن ومكنوز ولا تلبس المرأة أبدا أو تلبس من يعني سنتين وثلاث، هذا لازم تزكونه. أما إذا كان لا والله حاطه بالخزنة والمرأة في الأعياد تلبسه وفي الأفراح وفي المناسبات وتتزين فيه لك مثلا، هذا ما في زكاة في أصح قولي أهل العلم، لأن في خلاف ما في زكاة إن شاء الله. لكن تقول مكنوز وبالخزنة، لا، هذا لازم تزكي، بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تقول إمام المسجد عندنا يقدم، ها
يقدم الطفل بس نص دقيقة، يقدم الطفل تقول هذا الطفل يكمل الصلاة فينا، هل نؤجر؟ أخت الفاضل 14 سنة ليس بالطفل، هذا يصلي بالمسلمين والأجر إن شاء الله واحد، لا يعني لا يروح بالك بعيد، الأجر إن شاء الله واحد بارك الله فيك. لكن إذا كان والله ما يحسن القراءة كلموا الإمام قولوا جيب لنا واحد ثاني إذا كان ما يحسن القراءة، أما إذا كان يحسن القراءة يجوز الصلاة خلفه. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.